والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. واضطرار النظام، اضطرار النظام على سحب مؤسساته وقواته من المناطق الكردية الثلاث من شمال سوريا جاءت بمثابة خطة لتعزيز قدراتها في باقي المحافظات وخاصة في دمشق العاصمة وحمص والحدود اللبنانية. وبالتالي لا أشارك هذا الرأي القائل بأن مسألة عن طيب خاطر أو مسألة تسليم واستلام بهذه البساطة، بل النظام ارتأى بأن من مصلحته التراجع عن المناطق الكردية وعدم استخدام النار والانشغال في المناطق الكردية المتاخمة للحدود التركية. يا نهار اسود ما بيجمعش.